بداية قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث كتبت صحيفة لوفيغاغو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد في كلمة أمام البرلمان الفرنسي الدول الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية واللوجستية لها، وذلك عشية قمة لحلف شمال الأطلسي تعقد اليوم ببروكسل. ونقرأ على صحيفة فرانكفورتر ألجماينة سايتونغ الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى ما أسماه دولا غير صديقة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا. صحيفة لوسواغ البلجيكية تمت بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل للمشاركة في 3 قمم دولية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة 7 والاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات النزاع الروسي الأوكراني قبل أن ينتقل إلى بولونيا يومي الجمعة والسبت. وفي بريطانيا كتبت صحيفة دي اندبندنت أنه في محاولة لتخفيف أثر التضخم على تكاليف المعيشة، أعلن وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك عن خفض فوري لضرائب الوقود إلى جانب تخفيض ضريبي طويل الأجل لفائدة العمال.